مكان الحريق في مستشفى البدراوي اسكندرية. كان من شوية مدير الأمن موجود، عربيات الأسعاف دي كلها واقفة يا إما للإخلاء، لسه عربيات المطاف ماشية. هو ده المحافظ، في حريق عندنا يا جدعان، تتأمل ان اجيب مستشفى بدراوي. بص الناس تطلع من الشباك. المستشفى دي حاجة سهلة. مجزرة يمين وشمال. أقول ما في فلوس داخل.